السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم من رواية أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد كثيرة جدا. وقد يضيق المجلس أو يضيق الوقت لمناقشتها جميعا، وقد يقل العلم بالنسبة للمتحدث، لكن نقف مع فائدتين منها. الفائدة الأولى: حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. كان يعلم الصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل أساليب في التعليم، وهي أحسن الأساليب. ومن هذه الأساليب أسلوب السؤال، يسأل ثم يجيب المستمع بما يعلم، وقد لا يجيب ولكن ينتبه لأهمية هذا الأمر الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجيب صلى الله عليه وسلم. شكاية يا جماعة، أسلوب السؤال ده مهم جدا في التعليم، بل وفي إقامة الحجة. خليه مجرد التعليم، حتى الزول الدار تقيم على الحجة قد تسأل أسئلة براو يعني عرف الحق ابتداء، بعد ذاك يسلم، ولو زول مكابر بينتهي. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ده سؤال، هو عارف بيعبدوا الأصنام، قال لهم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. سألهم ثلاثة أسئلة. أي زول بيعبد له معبودا دون الله سبحانه وتعالى؟ سألوا الثلاثة أسئلة. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ بس سألوا الثلاثة أسئلة. انتوا بتعبدوا شنو؟ الله: بنعبد أصنام. طيب الأصنام دي بتسمعكم؟ ما انت اللي بتعبدوا ده داير منه شيء، تريد أن يرضى عنك، وتريد النفع، وتريد دفع الضر أو رفعه. انت اللي بتنادي وبتعبد ده، بيسمعك ولا ما بيسمع؟ كان ما بيسمع، طيب بتعبده كيف ولشنو؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هسي انت زول عقيدته في ميت في القبر جوا، اتكلم معاه، الميت ده بيسمعك؟ الميت ده بيسمع شنو؟ والما بيسمعوا شنو؟ ده ما سؤال. يسمع قرع نعالهم، ده نص، بيسلم عليه والسلام الجاف السنة، ده فيه نص. هل تانى أي شيء بيسمعه الميت؟ أنت بتتكلم معه، لو بيسمع أي شيء يبقى فيك حي، وهل الميت والحي سوا؟ أنت قاعد جنبه في القبر، وزول لو حي بعد الطوب والطين والتراب اللي فوق ده شت، لو حي ذاته جوا انت هسي تركب فوق راس البيت، خلي الشبابيك مقفله والباب مقفول والزول جوا ومغتب بطانيه، يتكلم معاه كلام عادي كده، مو ما كوراك، كلام عادي جوا بيسمعك. انت الزول مش شبابيك وباب وجو، وزول مت جوا في كفن وردمت بطوب لبن
وليسته بطين وتراب قريب متر يعني زول لو حي وقاعد جنبه المرة تلقاها جنبه هو الشيخ جيتك كم مرة انت ما كان تمشي لله قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون وده لو جنبك فما بالك انت في آخر الدنيا وهو في أول الدنيا رجل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ما بحجة قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لقينا أبهاتنا ترى دي حجتهم ما بأي حجة لقينا أبهاتنا وقمنا كذا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين كلهم قال لهم أعدى لي إلا رب العالمين وليه إلا رب العالمين قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر الآيات ولنا غشناه في موضع آخر لكن أنا جبت الكلام ده إنه مسألة السؤال دي مهمة يا جماعة دار تناقش تجاني دار تناقش قادري دار تناقش صوفي أي شيء أسأل أسئلة قل ليت تجاني آية طيب لو أنا ما بقيت تجاني بخش النار إن قال لك بتخش النار ولا طيب قبل ما يلدوا تجاني الناس الفوق ديل كيف بخشوا الجنة ولا النار انت ما تسأل أسئلة وإن قال لك لا إما ممكن تكون ما تجاني وما تخش النار قل لي يبقى التجانية دي ما دين الإسلام لأنه ما بخش الإسلام بخش وين النار لأنه الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ناقش أدي أسئلة واحد دار تتكلم وكذا وكذا وإلى آخره قال لك لا لا والتصوف ده زمان وقال فلان وقال فلان قل لا أسي البرع صوفي ولا ما صوفي خلي الزمان زمان ده خلي أسي البرع ده صوفي ولا ما صوفي إن قال لك ما صوفي الصوفية ذاته بقول لك ده شنو ده ما صوفي ده مبتدع يهجر عند الصوفية ده وإن قال لك البرع صوفي خلاص الشغلة دي رمى لك الحبل بعد دامسك لأن البرع ده أصله ما أي زول بعرف له كنت قاعدة وشغلته منتشرة بعد ذاك بتمسك النابة خطبهم في البلاد نزيل وتجيب آيات الدعاء علم الغيب وكذا فلذلك أنت الموضوع ده استفيد منه موضوع السؤال السؤال فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل ليعلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى وهذا فيه حسن أدب الصحابة وحسن ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا لنا احنا صحابة ليه تورينا أكبر الكبائر نورينا الأعمال الصالحة احنا ما دارين أكبر الكبائر صحابة لأنهم بيقيموا العلم وعارفين العالم الذي يعلمهم يريد لهم الخير يحسنون وهذا فيه حسن أدبهم رضوان الله تعالى عليهم وعنهم لأنه الليلة يا جماعة مجرد ما تناقش مسائل الشرك الناس بتزعل تتكلم في الشرك والتوحيد والعقيدة وإلى آخره الناس بتزعل هسه أنا ماشي المسجد هنا في واحد قاعد برا هسه بكون بيسمع في كلامي قاعد برا ولمعه ولد صغير الولد لابس بنطلون وقميص صحة وسمحة شوية بعدين أنا جيت بعنده وهدنت بكتب في رقم في الموبايل هدنت وقفت شوية واحد قال لي الواد قال لي الكبير هسه المحاضرة دي ليه الكبير قال له قاعد داك قال له دي قالوا جو يعلموا الناس هو جو يفتنوا الناس ويخربوا لهم دينهم هسه قاعدين برا والمشكلة هو قاعد انت وقت بيفتنوا انت قاعد بتسمع ليه الناس دي تعرف زي الزول العيان وجل الدكتور والدكتور طلع الحقن والمشارط والأشياء دي هو ما دايرة لكن محتاج لها قاعد فهمت الموضوع هو محتاج لها وقاعد ما داري هبشوب المقص
وكذا، لكن هو محتاج. انا ما اعرف الناس دي ماله. انت محروق قاعد ليه؟ متفن وقاعد، انت ليه قاعد تسمع ليه؟ ناس غريبين جدا يا جماعه. والله نحن في زمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان اجيك للحديث في صحيح مسلم، وهناك روايات في غير مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهناك روايات لغير أبي هريرة في السنن كسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو، وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى لشنو؟ للغرباء. انتوا الآن ما بتحسوا بغربة في وسط الناس؟ غربة. المرأة اللي بتلبس اللبس الزي الشرعي غريبة في وسط النساء، والمتبرجة مرتاحة في وسط النساء، الشاب اللي بيتكلم في الدين غريب في وسط الشباب بتاعنا الغنى. وأسي أنا قبل جاي راكب في البص جاي من رفاعة، أسي العصر ده عمك كبير الزول الله يهديه، وجايب الشباب وجايبين ناس جداد وبلمعوا في ناس ويجيبوا فنانين وبنات ويغنوا وإلى آخره في البصر جايبينهم. ترفع رأسك معاصي، انت دنجر بجاي في النهاية عندي عمة كذي ربطها زردتها كويس، وعندي موبايل بيشبه الصينية كذي، بعدين ربطته بجنبه وشغلت الحزيفي ودخلته جوا العمة، قلت يقولوا مجنون عليهم ربهم بطريقته، دخلته بجوا كذي بس بقى مع أضاني كذي ومرتاح مع الحزيفي لما وصلت حفظه الله تعالى. يا ناس والله حاجة ذات تحير، شباب تبقى مستقيم غريب في وسطهم، تدعو للتوحيد غريب في وسط ديل. الفتنة وين؟ الفتنة الشرك بالله تعالى. تناس يا قاموا على الإسلام، لا إله إلا الله، ده بلمون. إنت بتجي تقول له نمسكوا في المكاشفة، ما فتنتهم في الدين؟ أنا عندي أخوي شقيقي ماشيين في الطريق بيتونس، قال لي والله دعاء الشيوخ ده لو بيجوز أنا ما بدعون، قال لي لو بيجوز حلال، قال لي الشيوخ ده الحلال بيدعون حلال، أدعو الله ولا أدعون؟ لو حلال ذاته أدعو ياته، فما بالك وحرام والشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعة بقينا في غربة، زول بيقول نادوا الله وحده سبحانه وتعالى، يقول ليت وهابي كعب، نادوا الله وحده، انت وهابي كعب، نادوا البرع والمكاشف والكباشي وصايم ديمة، انت زول تمام بتحب الصالحين، نادي الله انت زول كعب، نادي ديل الماتوا ديل جت ماتوا، نادي ديل انت كويس، دي ما غربة ودي ما انطماس في العقيدة ومسخ في الدين إلى آخره. ولذلك هؤلاء الناس يعني ما تربوا على الدين القويم، وإنما تربينا إلا من رحم الله تعالى على ما نشره التصوف. صوفية عندهم الشيخ إدي الجنة كباشي، كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد إلى آخره، شكاين نساوين يمشي للكباشي، الدين الجنة ودارين الجنة وإلى آخره. جنة بتاع شنو؟ خواجات ديل لسه بعرفوا كباشي ما قاعد يلدوا، الصينيين ديل ما شايفهم بالشابه وكيف قاعدين يلدوا، بيمشوا لكباشي، ولو كفار بيلدوا بعرفوا كباشي بيلدوا تيمان، مرات ما شفتهم تيمان كمان وتلقاو والله مديون. انت زول مسلم وسوداني وتمشي لكباشي؟ كلام ده ما عيب؟ صوفية الكلام ده ما عيب يا أخي؟ والله عيب، ما صح يا الكلام ده ما صح منكم، انت ما تمشوا لكباشي، امشوا لي الله، اسألوا الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. شوف ذاته أداه نبيين، ما خلى أهله، خلاهم عشان الشرك وأبوه وكذا، خلاهم عشان الشرك، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
فلما اعتزلهم ما ترك شيء لله، الله عوضه شنو؟ أحزن منه، ترك ذل لله تعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أداه ولد اللي هو إسحاق عليه السلام، وبعد الولد ثاني ولد ثاني اللي يعقوب عليه السلام ولد ولده، وأداه إسماعيل قبل إسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يا أخي أسأل الله، اتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، قم بالليل أسأله، قم بالليل أبكي لي الله ويتوجه له. أنا مشيت مسجد، واحد قام شحد، الزول قرب يبكي في الشحدة. أنا والله في نفسي قلت والله إذا لو سأل الله زي شحدته دي، لو سأل الله ولا كان ذاته بديك تتكسر للبشر. ويا جماعة والله أنا محتاج، يا جماعة ما عليه صاعدوني، يا جماعة يا كذا، يا أخي انكسر لي الله، الله ما داير منك الانكسار ده، أنت ما تنكسر له. في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو شنو؟ ساجد. انكسر لي الله سبحانه وتعالى، خدت الجبهة في الأرض، الجبهة الوش عظيم أو مكرم، خدته في الأرض في التراب لله سبحانه وتعالى. بعد بقى في قمة الانكسار بقى قريب من شنو؟ من الله سبحانه وتعالى. فاسجد واقترب. وهكذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله جل وعلا، ما يتعلق بالبشر ولا بالمخلوقين ولا بالعلائق. يا الآن الشرك منتشر، يا أبسط شيء تلقى الناس، أو كمثال يعني أبسط كمثال، وإلا الذنب ما بسيط، تلقى الناس تعلق الكمون، تعلق الحجاب في الأطفال. قاعدين في الآن في نص بيوت النساوين يسمع عن في البيوت، والرجال والبيقول فتنة ده برضو يسمع يستفيد. طب يا أخي أنت بعيد زاد، أسمع استفيد وافتح صدرك ده للحق. نحن والله لو عدوا لنا قال لنا اتقوا الله وكذا 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 وبدأ يناصح، ولو كلامه نحن عارفين انه ذول مبطل، لكن كلامه ده في النهاية شنو؟ بنسمعه، ما نحن من نناقشه باطل ده نرد عليه. ولو قدم لنا حق شي فينا ناصحنا نقبله بصدر رحب، وده ذول الدائرة الآخرة يا جماعة. ولو ذول عدوا لك أداك نصيحة أقبلها، مش تمش تسمع له، مبتدع تقعد له وكذا، لكن زول ضدك عديل يا قال لك انت فيك كذا وكذا وكذا، انت كلامه ده شوف لو فيك اصلحه، قول له جزاك الله خير لكن انت ضال في كذا، توب الى الله. ولو ما فيك قول له زول ما فيني، زي ما قالوا الانبياء. نوح عليه السلام قال له انا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلاله. هود عليه السلام قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة. ترد كذا، ترد يعلق الحجاب ويعلق الكمون. قبل أقل من أسبوع ثلاثة ولا أربعة يوم في بزبد، واحد من إخواننا من الفولة لبزبد، زول من إخواننا ركبنا سوا، المهم جينا في الطريق بتونس معاي في البوكسي ورا، قال لي في واحد وبرضه هناك في الفولة تونس معي، قال لي اسمه إبراهيم من أبزبد، قال لي في واحد عنده موتر وعلق في الموتر كمون، وتكلمنا معاه، قال لي في النهاية معلق في الموتر كمون، قال لي براه وجحك له، قال الغنماية جات ما أكلت إلا الكمون من الموتر وخلت باقي الموتر. وانا تكيفت منها غنماء زي دي، لقيتها بديها موزتين وما ممكن اخذ، واكلت الكمون عديل. انت ما الكمون ده ما يحفظ نفسه، جغمته الغنماء دي اكلته وخلت السرج وخلت الحاجات وخلت البلاستيك والحاجات كلها خلت الهوس. لذلك قال لي الا انبئكم، قال لهم الا انبئكم باكبر الكبائر، قالوا بلى
قال الإشراك بالله، دي الوقفة التالية، الإشراك بالله. باقي الحديث معروف، لقيف معادي. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، إلى آخره. الإشراك بالله ده أقبح ذنب وأكبر ذنب وأعظم ذنب، وهو الذي يوجب غضب الله ومقت الله وسخط الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. دار تشوف أكبر زول ضال على وجه الأرض، وأكثر زول ممحوق، وأكثر زول ممقوت عند الله تعالى، الزول البنادي غير الله. ما شهادة؟ أنت بتشوف زول فنان بيغني ويشرب في البنجو ويرقص في البنات وتتضايق وضيقك ده في محله، ضيقك ده في محله. ويجي واحد تاني صلى في المسجد الصف الأول، وتلقاه يجي 4 صباحا، الصبح ده مش 4-3 ولا 2:30، يجي بدري قبل المؤذن، تلقى قاعد في البرد بعكازه، ويخش الصف الأول ويقيم الصلاة، انتظر لما يؤذن الأذان ويقيم الصلاة، وصلي قاعد. أما الكبير تلقى يصلي قاعد في الكرسي، تجي الحولية تلقى لاف في بكراع واحد، القاعد ده ذاته يعني في الحولية عنده مروة لاف في بكراع واحد، وفي الصلاة تلقى قاعد بشنو؟ ما قادر يقوم، وفترة وتعبان وفي البرد، ويمرق برا المسجد يعتر يا فلان الحقنا، ده الله بيبقته، بيمقته وبيبغضه. لو رضيت ولا أبيت؟ أنت ما تزعل، لو رضيت ولا أبيت؟ أنت قل لنا الدليل شنو؟ قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم سبب دخلكم النار دي، وأوجب لكم مقت الله تعالى، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الله براه دي ما بيرضوه، يقول لك ما دارين دينكم ده، ما دارين عديل كذب، يقول لك الدين الجديد ده ما دارين. هسي واحد من أخواننا في منطقة ماشينا جهات النيل الأبيض دي والغرب، واحد في منطقة ما دار أسميها لأنه قد أبوه يسمع، ترى هو قاعد زي عين الده، أبوه ده زي عين الده بتاع الفتن ده، بيسمع علينا وبيكرهنا، حيرنا ذاته، نازل بيسمعه وبيكرهه. كويس استفيدوا، أسمعوا استفيدوا، كان فيكم خير بترجع. أبوه قال لي الولد ذاته دقي ما قام له، قال لي مشيت لواحد من إخواننا، لأنه أخواننا ذيلا جماعة تلام في العاصمة تتلموا زي لما تكون دي، في ناس في الأطراف دي في غربة وعناء لا يعلم به إلا الله تعالى، أدعو لهم معاكم والله. غرية كاملة تلقى فيها نفر واحد بس، وغرية تمش ليها وتدعب وحل ووك، وبعد تصل وتبلغ يتلمن 3-4 قرى وتبين لهم الحق والتوحيد والسنة، وتحارب الحزبيين وكذا، والحزب يكون قاعد، الحزب يكون قاعد. بعد تمرق من الغرية ساعات طويلة اتصلوا بيك ويقول لك والله فلان الحزب ده قام بعدكم وقال الناس ذي الكلام ما صح. شوف الجبن ده على قلب بعد ده مشيت، شوف الجبن بتاع الناس ذي، يقول لك لا قال ما صح، ويستغل انه الناس ذي شنو بعيدين من يعني بقية اخوانهم ومن البيئة العلمية وكذا التي عند بعض اخوانهم. فاخونا ده الجبال ده اذكر لك ده لحية ما قامت له الى الان صغير، قال لي يا أخي مشيت لي واحد من إخواننا التانين، مشيت له زيارة من الظهر كذا تأخرت، لما جاء قريب العشاء وبصلوا في المسجد ويجوا راجعين كذا، قال لي يا أبوي اتصل بي، قال لي ادخل لي أصحابك الدواعش ديل، يا هن يا نحن، بس واحد من اثنين يا هن يا نحن.
قال لي قلت لك كذاب، انا جاي في الطريق اصبر لما نصل. شوف التناقض وين، تركز في الكلام ده. وصفهم بانهم شنو؟ دواعش. يلا شوف التناقض وين. قال لي وصلت البيت لقيته بصلي في العشاء، يعني ولد الشاب بصلي في المسجد مع انه فتره الشباب، لكن جزاه الله بيمشي المسجد، وده كبير وصلي في البيت. المهم بدل يمشي المسجد ده يكون احرص على المسجد، كبر في السن. المهم بيصلي في البيت، قال لي انتهى صلاه العشاء مشى للكوريك، كوريك العادي ده. قال لي جر العود من الحديده وجانبها، قال لي انت تتكلم في عبد الحي ليه؟ قبل قال لي انت شنو؟ دواعي وسي داري دافع عن منو؟ انا عبد الحي. انت مركز معايا ولا ما ركزت؟ قال لي بتتكلم في عبد الحي ليه؟ قال لي وقال لي زولكم متزمل ده وشنو؟ والله جاب لي كده. قال لي بعد شويه وقول لي ابا نحن تكلمنا الحجه كذا، داري حاجه بالتي احسن، ولا كوراك ولا انا بالراحه مع ابوه. شال العود واشتغل فيه شنو؟ ضرب دق دق وكتار. ده واحد منهم بس. لذلك ابتلاء الان بمر به كثير من اخواننا. الناس تصبر وتحتسب، واعرف انه موضوع الشرك بالله سبحانه وتعالى ده ناس كتار رافضينه. عشان كده قال لك ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم. موضوع الكلام في الشرك والكلام في التوحيد ده كلام مهم رافضينه كثير من الناس، عشان تبين له الشرك وتحذروا منه ورافض. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين. المخلص ده منه يا جماعه؟ الزول المخلص اللي بيقول يا الله ويا برعي ويا مكاشفي وكباشي وصايم ديمه وركيني والتوم والبانقه وعويس وتيس وكيس، ولا اللي بيقول يا الله براو المخلص ياتو؟ المخلص اللي بيقول الله اللي بيعلم الغيب وحده، ولا اللي بيقول فلان الشيخ الدجال الفلاني بيعرف الرائحه وبيجيب الرائحه؟ المخلص ياتو؟ المخلص يا اخي اللي بيقول اللي بدي الجنه الله وحده ويصرف العباده لله وحده، ولا اللي بيقول شيخي بدي الجنه، شيخي بجيب الرائحه، شيخي ما شيخي بينفخ، شيخي بيعمل، شيخي بضر، شيخي بيفعل، شيخي شيخي الى اخره. ولذلك الان امثله كثيره، حتى العوام دين انا ابشركم والله الذي لا اله غيره. الان نحن بنتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى، ما دارين نبقى زي القصاصين وكذا، والا الامثله كثيره لا تكاد تحصى ولا تكاد تنحصر. حتى عوام واحد بسديريو وشنبه، يعني نحن قد نقول عوام من باب عامه، لكن ده في النهايه نحن نشوف دي بعض المآخذ وكذا والملاحظات، والا الزول قد يكون من اخوانك من الموحدين ومن المستقيمين، لكن عنده بعض الاخطاء الواجب عليه يتوب الى الله منه. قال لي في ربك؟ قال لي اسمه دفع الله شنب والسديري ومتابع الشغله دي. قال لي ازمه؟ قال لي والله عندنا واحد فقيه بدي ثلاثه، عنده ثلاثه بنات، عنده ثلاثه بنات. جاء واحد من قرايبنا قال عمك كبير وداك مسخن عمك ده، قال لي عمك دي القصة كده. قال لي أنا ما أعرف ضبطها ولا ما ضبطها، لكن هي قالت حكى لي، أنا دار أجيب لك الشاهد منها ده، أنا ضابطه. قال لي عمك بيتك دي يا حاج، وعنده الشيخ عنده ثلاثة بنات، وقال لي داك بيتك دي يا حاج أنا بديها عريس، بجيب لها عريس. الحاج ده قال لي انت عندك ثلاثه بنات ومعرسات؟ قال رسول الله خيركم خيركم لاهلي. ما تعرس لبناتك ده الاول شيء، قال ما تعرس لبناتك انت. قال والناس الان العقيده ولله الحمد كتار من الناس تصلن والتوحيد. ولذلك يا جماعه موضوع الشرك وموضوع التوحيد وهذا المنهج الواجب علينا جميعا ان ننشره بين الخلق. الليله كثير من الناس يتنكبوا عن الموضوع ده، والله الذي لا اله غيره. مهران ماهر هايج في المنبر، زول سروري وزول مبتدع هايج في المنبر، ويا وزير الصحة
وكم ساعة ما بعرف في المستشفى ومات فلان ووك، وأذكرهم بأمرين في الناس ولا طلعوا برا الدين مرة واحدة والله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا أمانة له دين له، أو لا دين لمن لا أمانة له. قام طوالي جاب شنو؟ مش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، نحن نناقشك بالنص جبته ده بغض النظر عن إنه صحيح ضعيف في البخاري في مسلم في السنن كله خليه. هل النفي في النصوص كل النصوص الجفاء النفي ده النفي للكلية؟ لما نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل ده معناه إنه كافر لو ما تحققت فيه الشعبة دي؟ قال فالزول قال ما عنده أمانة ده ولو حجة. شوف الكلام ده جابه من رأي منه ما جابه من الحديث. قال ولو حجة ولو صام ولو ملأ الدنيا ضجيج بكذا وكذا وكذا لا دين له، ما عندهم دين ذيل. قال الله حكم كذا، قال الله حكم كذا. عشان تعرف الناس، ودي قضية مهاجمة الوزراء مهاجمة ديل. وإنت مشكلتك مستشفى، مستشفيات فاتحة، وين الشرك؟ وين محاربة الشرك؟ وزعلان وهاي ويدق في المنبر، يدين عمات يدق في المنبر وكذا. شفت أين أنا لاحظت لين؟ قالت إنت ما عارفك، أنا لاحظت لين يدق وزعلان، ده مزعلك. ونفس عمة محمد الأمين ونفس يا ناس كلكم شبكة عطالة، والله الذي لا إله غيره. وين التوحيد؟ وين العقيدة؟ وده الدين؟ تهاجم الوزير في المنبر ده الدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما تقول جامية ولا مداخلة ولا تقول مزملاتية ولا وهابية ولا غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة لابن أبي عاصم وفي مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان. وزير الصحة ذو سلطان ولا ما ذو سلطان؟ من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية في المنبر ده، علانية ولا ما علانية؟ وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وين أنت من الأحاديث دي؟ ودي قضيتك؟ وين الهيجة في التوحيد والشرك والبدع والخرافات والدفاع عن السنة؟ وين وين ديل بيجنب مهران ماهر، مدثر أحمد إسماعيل، عبد الحي يوسف، على الدين الزاكي، محمد الأمين إسماعيل، مين مين كلهم بتاع اللخبطة ديل بيجنب؟ دي قضيتهم، دي من قضاياهم. والآن ومخالفات وناس مبتدعة ما تتورع فيهم، كلمة مبتدعة دي ما تتورع فيها، مبتدعة النازل مبتدعة، أفهم النقطة دي؟ مبتدع زول بيعمل البدعة وينشرها ويعرف الحق يوروه الحق وصله، ومواصل في الشر في بدعته، ما مبتدع ده؟ في ناس يحيروك ذاته ديل بيجنب، بيجنب ناس ثانيين. أنا داريك الموضوع ده ما تزوغ منه، موضوع التوحيد والعقيدة ومحاربة الشرك والبدع. بيجاي ناس إسماعيل عثمان ده رئيس أنصار السنة، ديل برضو مبتدعة بيجنبه، ما تزعل وما تتورع كثير، ديل برضو مبتدعة والله الذي لا إله غيره. زول جابوا آخر شيء في رمضان أثنى في مؤتمر الإخوان المسلمين أو عزومتهم دي، ما شايف يافطتهم ورا؟ شفتها ولا ما شفتها؟ جايبينه وأثنى عليه ناس بأعيانهم الحبر، أثنى عليه، والصادق عبد الله عبد الماجد أثنى عليه من قيادات الإخوان المسلمين، وفرصة والتلاقي وفرصة للتقارب وفرصة وكذا. والناس اللي دار يصلوا ليه وين؟ أنا دار أعرف. واللي بيقول لك يعني أنصار السنة ديل وكذا وكذا وفي حاجات ودي مجرد أخطاء وكذا وكلام زي ده، دار تصل ليه وين؟ ودار تحاجي عنه ولا متين؟ زول بيمش محل بتاع إخوان مسلمين ورا يافطتهم ويتكلم ويثني عليه رؤوس ويقول استاذنا وشيخنا، عليك الله اسمع التزيين، اثني عليهم عديل
وقبل اليوم واحد منهم اثنى على التراب اسمه ياسر مين كذي اثنى على التراب وقال تكلم في منابر لم يعهد الناس الكلام فيها عن الاسلام. يتكلم فيها الترابي والترابي يتكلم في المنابر قال فيها شنو؟ المنابر دي العايده قال فيها شنو؟ تكلم كلام دين ولا سياسه وسياسه الملخبطه ولا يتكلم فيها وحارب الدين وسخر باهل الدين بل سخر بالملائكه. ملائكه سخر بهم الترابي اسمع تسجيله قال يقول لك جوا وعذاب القبر قال يا اخي الملائكه ذي ما يسوي لهم محكمه قال انت الكلام ده ما تركز فيه ما شو قال ده ممثل الجماعه ما بعرفه ممثل سياسي ولا شنو ذاته ما عنده اجنحه جوا هناك قال ممثل سياسي ولا شنو قال دي شخصيه اسلاميه لا تتكرر وفعلا الله اعلم تتكرر زي الترابي ده الله اعلم تتكرر قد الله اعلم دول يحارب اسلام حرب زي دي الله اعلم تتكرر وباسم الاسلام وضلال قدر ده وافساد قدر ده ياخذ في الدنيا افسد وفي الدين افسد ولما مات ما لما فيها ذاته في الدين ما بقى امام وفي الدنيا مات شاته يعني مات برا الميدان ذاته برا العارضه برا هناك مات بقى مارق انتهى صدق الله ان شانئك هو شنو؟ الابتر خلاص انتهى ولذلك يا جماعه دي كلها ضلالات في الجماعه دي النازل تنكبوا الصراط المستقيم دعوه دي بقت في راسك انت وفي رقبتك انشر التوحيد وانشر السنه ثناء على التراب ثناء على الاخوان المسلمين ومن رؤوس في الجماعه دي محمد مصطفى قاعد في نصهم ليل ليل وما قال انا في المركز العام بس قال انا المركز العام ذاته يسيب في الصحابه اثني على الحلبي يكذب يتناقض يكفر وكلام في الوزير رد على الوزير ولف ودوراء وبلاوي والله الذي لا اله غيره ودي قاعده الجماعه دي الليله في ناس في نص الناس تبقى حرار تنشر الدين والان احنا ولله الحمد بنمش محلات كثيره بنلقى فيها اقبال بنلقى فيها فرص لتبليغ الدعوه الناس ما تكسر والله يجيك صداع شفتها ملاريا ولا تايفود شفت ضهرك ده يوجعك والصداع يكتر عليك ويبقى بجاء العروق تنتح وتحس انه الموت ده قرب بتعرف قيمه الدعوه دي الله اداك مروه دي اشتغل طوالي خش المساجد بلغ دعوه الله سبحانه وتعالى وانشر الخير وحارب الشرك بالله لانه اكبر كبيره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه أنا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا على حسن السماع وجزى الله خيرا أهل هذه الديار على هذه الفرصة دي والله يعني حاجة طيبة من كثير من إخواننا افتحوا بيوت لنشر هذه الدعوة يتحملون التبعات يجوا ينبذون ويجوا كذا المرة الفاتوا واحد جاب فرار بيجاي ويا أخي الخروف أول شيء بيطبحوه التابدة بالسكين تاني يجيب الفرار وفرار ده بعد السكين والسلخ للعظام ده بعد يخط العود والورقه انت جاي طوالي بفرارك وبفرارك ده ما نخلي الشغله دي ما شاء الله يتقبل ده الفرار احنا ملاوزين منه ونواصل بفرارك ده فرارك وان جبت ساطور وان جبت دبابه ننشر دعوه الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا أي نعم الكلام في الناس يا إخوان الكلام في الناس ده باختصار شديد جدا ده علم اسمه علم الجرح والتعديل وأنا عشان أفهمك العلم ده باختصار بس بديك نص واحد بس خلي باقي النصوص وديك فائدة تستفيدها النص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا استدل به الإمام النووي رحمه الله الحديث ذا الإمام النووي بدري عشان ما تقول ديل
ده كلام الوهابية. محمد بن عبد الوهاب ده توفي رحمه الله سنة 1206 هجرية، 1206 هجرية. والإمام النووي رحمه الله سنة 676 هجرية، سنة 676 هجرية، يعني قبله بكم سنة؟ ده دي سنين عددها قبله، عشان ما تقول كلام هناك. استدل بالحديث على جواز الغيبة لأمور، منها التحذير، تحذر من أهل البدع ومن أهل الباطل. علم الجرح والتعديل، لا يا جماعة، الآن أنت لو جبت واحد جقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دخل السودان ومات فيه فهو من أهل الفردوس، أخرجه البخاري. لو جاب حديث زي ده، أنت حجتك في إبطاله بتقول شنو؟ تقول نمشي نفتح صحيح البخاري. لما نلقى الحديث ده ما في، يبقى أنت كذبت على البخاري وكذبت على منو؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما في حديث زي ده، ده كذب. لما نيجي زول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب حديث، انت عشان تثبت الحديث ده الزول ده صادق ولا كاذب؟ انت اول شيء بتعرفه، لان محمد بن سيرين رحمه الله قال في مقدمة صحيح مسلم: ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال بعض السلف: لولا الإسناد، اي بعد الله، لقال من شاء ما شاء، كعبد الله بن المبارك وكغيرهم من السلف. كان ما في جرح وتعديل، ما الناس بتكذب على الشريعة، لكن انت بتعرف الزول المتحدث ده صادق ولا كاذب. الآن ديل ذاته اللي بيقول لك انتوا بتتكلموا في الناس، هون يتكلموا فينا ولا ما تكلموا فينا؟ يتكلموا فينا، قالوا ديل بيتكلموا في الناس. يبقى انت نقدتنا، انت ذاتك رمتني بدائها وانسلت، انت ذاتك هتشيل، انت حذرت مننا. الصوفية بيقول لك ما تسمع للوهابية، انت ده ما تحذير يا صوفي، صح ولا ما صح؟ بتكذب على محمد بن عواب، تقول مات في الحمام، وزمن وما في حمام ذاته، ما في حمام ذاته، سايف وحفرة وجوه، ما في كنيف. انت بتتكلم في محمد عبد الوهاب، اجوا يتكلموا لك في البرع تصرخ، لا البرع مات، محمد عبد الوهاب وين؟ مات ولا حي؟ والله مات. وطيب ده مات وده مات، انت تكلمت فيه بالكذب، ونحن تكلمنا بالصدق. نحن قلنا البرعي قال كذا في كتاب كذا، انت وين الكلام ده في كتب محمد عبد الوهاب جبته؟ فلذلك يا جماعه الكلام في الناس ده حتى عند الناس عارفين اهميته. الكلام في الناس للونس ساي دي غيبه، حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما بجوز يتكلم في الناس ساي، لكن للمصلحه. الامام النووي دي الفائده، وخذها فائده اللي ديك، وخذ فائدة، قال للمصلحة بجوز، المصلحة الما يتوصل بها إلا عن طريقه بجوز، قال ده تفصيله في رياض الصالحين. يعني الليلة الزول مشى السوق عنده عربيته خسرت، أنا ما جبت لك نص واحد، خلي باقي النصوص أنا ذكرناها في موضع. زول عربيته خسرت من بيته، خلي السوق بيسأل أخوه، بيقول لا مش لياته ميكانيكي، أخوانه كلهم في البيت كم واحد؟ واحد بيقول له والله مش لعمك مختار ذاك، الثاني بيقول له يا دول مختار ده والله بيقى بشوف ما بشوف زي الناس، ده بيربط عليك غلط وما بيعرف شغل الميكانيكا. في معلم هناك اسمه بابكر، ده خطير جدا، بس مش له، يبقى ده جرح مختار وعدل منه بابكر في بوبينه بتاعت عربيه ولا ميكانيكا، وجرحه وعدل. في المطاعم يقول لك ده والله فول وبايت وكعب، في الاكل ده بيجرحوا يعدلوا. يقول لك الدكان اللي بتلقى ناس كتار اشتري منه الجبنه لانه بجددوها طوالي ناس كتار، لكن اللي بيجيوا نفر نفر دي بتكون قديمه وبينكتلك من وين ومعتته، ما جرح في الجبنه وعدل. في دكان بيجرحوا بعدل، يقول لك دكان الناس وبساط ديل ده حاجاته بايته وقديمه ودته منتهيه، الناس كتار ده شغله متجدد طوالي، بجيب الجديد يشتري منه، عافر في الزحمه دي تراه او جاذب لما انتصل غايته. وبعدل لكم في المرأة
دار يتزوج بيسأل أمه، جرح وتعديل جوا في أوضة النوم بيسأل أمه، ولا يوم أنت قاعد الآن في غرفة النوم هاي، أنا والله دار أتزوج. أها رأيك شنو؟ بيت خالتي دي كيف؟ وديك كيف؟ وبيت الجيران كيف؟ أمه تقول له ده الجت ما نبعد خليهم، مش ما نبعد كعبات في أخلاقك، ما بينفع معك يا ولدي، ده القامو والجامعات والكذي، والله عندي لك واحدة والله دي قدر بس تتزوجها تدعو لي ساي تقول أمي دي الله يرحمها ويحفظها ويحفظها وكذا. أمك دي تجيب لك واحدة في زقاق في الفريق هناك تجيبها لك وفعلا تتزوجها تتكيف جدا، ما جرحت لك ديل وعدلت دي في الزواج. يا أخي أنت في الدين ناس الآن بيعرضوا في الدين قاعدين يعرضوا فيه، ناس الدين اللي بيعرضوا للناس فيه نوبات والسبح وبدع وقبور تبرك بالأتربة، وده بيعرض في دين واحد تاني بيجاه يا أخو مسلم ياك صوفي، واحد بيجاه أخو مسلم برضو بيعرض في دين منحرف وداك منحرف، ده برضو لأخو مسلم مسيرات ووك وباركوها وشنو حاجات كثيرة، وده بيجاي بلاغاتي برضو بيعرض، وداك تكفيري بيعرض، وده بيجاي زول بيبين في التوحيد. أنا جيت في النص دار أنصح الناس أقول لهم ده دربه صح وده لك غلط، ولا أقول لهم خشوا تراه بس الدين ده تراه خشوا يخشوا وين ما تورونا الصح من الغلط. شكذي حتى التوحيد رب العزة والجلال قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، في باطل وفي حق، فماذا بعد الحق إلا شنو؟ إلا الضلال. تبين للناس الحق وتحذرهم من الباطل، تحذرهم من الضلال، وتحذرهم من الانحراف، وهكذا حتى في مسائل الدنيا الناس عارفة الجرح والتعديل. في المدارس يقول لك المدرسة دي مفكوكة ساي، ودي مدرسة سمحة، ودي مدرسة كذا، ده ما جرح وتعديل، والأستاذ ده ما شاطر والأستاذ ده شاطر، ده ما جرح وتعديل في مسائل تخص بهذا الجوانب يعني. ولذلك في الدين من باب أولى، وده علم كبير لا ينكره إلا جاهل ومتناقض، جاهل ومتناقض. والموضوع طويل نكتفي بهذا القدر.